اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم نج إخواننا المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك على أعدائهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك اللهم افتح باب الجهاد في الدول الإسلامية وفي كل مكان اللهم إنك ترى ما نزل بنا في غزة من الأحوال يا ذا الجلال والعزة يا ذا الجبروت والعزة اللهم أعز أهل غزة اللهم فرج عن أهل غزة اللهم فرح أهل غزة اللهم انصر أهل غزة اللهم داوي جريحهم اللهم اشف مريضهم اللهم اقبل شهيدهم اللهم ارحم ميتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم كفكف جراحاتهم وبرد آلامهم اللهم واجعل لهم وللمسلمين فرجا قريبا يا الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم لا ترفع لي أعدائك فيه راية ولا تحقق لهم فيه غاية
واجعلهم عبرة وآية. اللهم اجعل شعنهم في سفال، وأمرهم في وبال، وكيلهم في ضلال. فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين يا الله يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.